تحديد استثمار في الـ في الـ في الار تي تي، وكيف كيف جمع المهتمين في مجال ار تي تي في مكان واحد بيعمل شيرنج اكسبيرينسز ما ممكن نلقاها في الكتب او في التعليم، وكيف بينخلق علاقات مع المشابهين لنا في الدول الثانية في القارات الثانية في الثقافات المختلفة الثانية، بنقدر نشوف هم كيف يقدروا يتغلبوا على مشاكلهم عشان ما نبدأ حل مشاكلنا من ستيب 1. بعد ذلك في الممبر شيب تديك اكسس ل وايد رينج اوف بوبليكيشن، اظن مثلا 120 ورقة تقريبا 120,000 ورقة السنة بتطلع على الاي تيوب الستة لغات. وكيف طبعا الشعار الاساسي بتاع الاي تيوب انه كونكتنج ذا وورد، انه كيف يقدر يوصل كل العالم. الشعار اتعمل في جنيف في 2003 في الويتز، وجاء كور الثاني في تونس في 2005. ولما قال دعي بقى في الفاضي طيب نشوف التارجت شنو كيف حنقيسها. تخيلوا في 2005 كان التارجت انه اي شخص في الكره الارضيه يلقى طريقه انه يعمل فون كول ويزن 3 كيلومتر من بيته، يعني لو تحقق الهدف ده احنا حنكون وصلنا على يعني 3 كيلومتر من بيتكم تقدر تضغط التليفون كده معاك العالم وصل. ده في 2005 اللي هي في 7 سنين او 8 سنين اظن مشينا بعد كده صح؟ يعني كده غالبا التعقيدات دي تتطور اكثر من اللي كان متوقع عليه حتى في الالفينات يعني. طيب الممبر شيب كاتيجوريز، في 3 كاتيجوريز في الممبر ستيت، السيكتور ممبرز اند الاسوشيت. ممبر ستيت اللي هم الدول، كل دولة عاوزة طبعا عندها الرغبة ان يكون عندها ممثل او انتيتيز تمثلها في الاي تي يو. في السودان هنا الممثل اللي هو الهيئة العليا للاتصالات اللي هو الجهاز التنظيمي. في دول ثانية تلقى الممثل اللي هو الوزارة، وزارة الاتصالات مثلا او في وزارة. في دول بنلقى الانكمبنت اوبريتور. الانكمبنت اوبريتور يعني المشغل التاريخي، يعني عندنا مثلا المشغل التاريخي هو اللي بيمثل الدولة. في النهاية في أي دولة المفروض يكون في واحد من مركز ون، عشان كده في العالم كله في 190 دولة وفي 190 ممبر ستيت. طبعا ممبر ستيت عنده صلاحيات، كل الصلاحيات يعني مش كل الاجتماعات يا كل السكتر عنده حق التصويت لو حق التصويت مرة، عنده صلاحيات الاعتراض، عنده صلاحيات انه يعمل انيشيتيف لبوليسيز جديدة. دي كلها ما عند السكتر الباقي. السكتر الثاني هو السكتر ممبر، انه انتيتي تكون عاوز تبقى عضو في واحد من السكترز الثلاثه، يا ار يا تي يا بي. وبعدها تكون لها صلاحيات تصل لكل الدوكيومنت وتصل لكل الاجتماعات السيمي اجتماعات اللي بيعملها السكتر المعين. زي الاوبريتر عندنا، كل الاوبريتر في السودان اللي هم اربع اوبريتر هم سكتر ممبر في القطاعين معظمهم في الارت وفي التي. بعد ذلك في الاي تي يو اسوشيت، دي الانتيتيز ومعظم الاكاديميه يعني معظم مراكز بحث وجامعات وكده او افراد شخصيات زي بنسير مثلا. بيستفيدوا برضه من كل البنفيتس في قطاع واحد. يعني انتوا عملتوا الاسوشيت لكن عملتوا لي اي تي تي فقط، ما حنستفيدوا من الريت تمام؟ لان المبادره بتاعت الجامعات عمل اي تي يو تي اللي هو مارتن جونسون، عشان كده انتوا اسوشيت في الاي تي تي ممكن تستفيدوا ممكن تشتركوا في كل الوركينج بارتيز الستادي جروبس تبع اي تي يو تي، ممكن تشاركوا في كل الورك شوب اللي بيعمل اي تي يو تي فقط، وممكن تعمل داونلود لكل الدكتورات المتابعه الاي تي يو تي. طيب طبعا ده السكتر ممبر ممكن تشترك في واحد من الثلاثة أو أكثر من واحد حسب الجروش اللي ممكن تدفع كم. بعد ذلك في الأسوشيت اللي هو ممكن تشترك في سيلكتد سنجل ستادي جروب، يعني تقول أنا أسوشيت طبعا الأي تي تي، لكن الأي تي تي أنا عاوز أشترك في وركينج بارتي 1 من ستادي جروب 5 مثلا. أكون في حتة معينة وحتة ضيقة جدا، ودي ما قلت هي
بالانترس بتاع الاشخاص اللي جوه المؤسسه ما بالانترس بتاع المؤسسه. يعني ممكن في المؤسسه الشخص يكون عاوز يصدر جروب 1 واحد عاوز يصدر جروب 17 ما في ما في مشكله. لكن ما 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 يكون عندك الفول بيرميشن انك تعمل تطوير او تعمل او ترفض حاجه او توافق على حاجه. ممكن تكون ريبورتر او ممكن تكون اديتور. يعني يكون مقرر في واحده من اللجان بتاعتنا في الاجتماع العام. يعني الكلام اللي بيقوله بس يكون في الاديتور يطير التصوير الكلام بطريقه غير. في الاجتماع ممكن يقول كلام ما مركب ما مرتب. انت في لجنه بس بعدك تعمل الاديتوريال ودي ممكن الناس تخش فيها لكل القطاع لكل القطاع بتاع التيم. المبادرة بتاعت أكاديميا هي مبادرة عملها مارتن جونسون اللي هو رئيس الـ ITUT في 2010 في غوازلا فارا دي مدينة في المكسيك قالوا مكسيك العاصمة العاصمة لا طيب اتعملت المبادرة انه ينضبطوا السبسكريبشن فيز للأكاديمية عشان يشاركوا مع الهاتف باعتبار انه الهاتف عاوز مدفوش عاوز ناس تتكلموا فيه مواضيع معينة. والعمل نفسه جدا للدول النامية في حدود 2000 دولار في السنة اللي هي دي واحد 2000 دولار دي واحد على 31 من القروش اللي قاعد تدفعها دايما. يعني نقطة التلفزيون فيه لحد واحد على 32 يعني احنا قاعد ندفع 32 ضعف المبلغ دي كل سنة 60 ألف دولار يعني؟ لكن طبعا بعد ذلك في ديفلوبمنت كانتريز في لي ديفلوبمنت كانتريز في من الجميع من الجميع راح يدفع أكثر من 60 أو 70% من القروش دي. طيب الممبرشيب كيف؟ سهل جدا. المؤسسة بترتب ابلكيشن فورم اونلاين لكن لازم السكرتري جنرال يرجع للممبر ستيت في دولة معينة. يعني جامعة تمتلك رسالة الابلكيشن بيرجعوا لمنو في السودان هو متلاشي من غير مصطلح بينصبوا في الفندق بس في لغة فعلا في جامعة ما فينا ومثلوا فيها وما عارف منو اوكي قال اوكي. بعدها كم يوم الخطوة الثانية اللي هي بيدوكم الممبر شيب ومفروض تدفعوا فيه. بعد شو؟ خطوات يعملوا سوا ثلاث خطوات الأولى صح؟ واحد اثنين ثلاثة دي اوريدي دان المفروض. بعد شنو؟ بعد ذلك المؤسسة فيها دور انتهى كجامعة ومو دور انتهى بعد ذلك الناس اللي جوا الجامعة هو المفروض يعملوا شو؟ المفروض يكون عندك اكونت عشان تقدر تستفيد من الحاجات اللي في مال اي تيو. الاكونت اللي هو اسمه تايد اكونت. تايد يعني شو؟ تيليكوم تيليكومنيكيشن انفورميشن اكسشينج سيرفيس يس اظن. طيب تايد اكونت تايد سيرفيس اللي هي دي ال كانوا اكونت في ايميل سيرفر او في اكونت سيرفر. دي الصفحه الاساسيه بتاعته. المفروض انت كشخص ما هتعمل ايه؟ انت كشخص هتمشي اونلاين ابلكيشن وهتملى حاجات معينه اسمك وشغال شنو؟ تعرف شنو؟ بس عمرك كم؟ ما اظن كم. بس اسمك وشغالك وايميلك. هيرسل لك لينك في الايميل ادرس بتاعك طبعا فيريفيكيشن للايميل عشان ما تمشي انت تجيب اسم زول ثاني او تكون عامل شيء صعب. بيرسل لك لينك المفروض انت تخش الايميل بتاعك وتعمل وفولو لينك ده بعد ذلك في معلومات بتعملها في تبعيات دولة تبعيات مؤسسة ما اعرف شنو. بعد ذلك بترتب الطبيب المفروض هم من جانبهم هيشوفوا الابلكيشن بتاعك وهيرسل الفوكال بوينت بتاع المؤسسه اللي انت قلت منها. ما حد يرجع للاس بي سي وللهاي كومنت صار المفروض يوصل بعد ذلك للفوكال بوينت هنا تمام. عشان كده البروجكت المفروض يكون سريع جدا من فوكال بوينت المدور. هلا هاي المفروض يرجعوا لك. المفروض الايميل بتاعك ما يتقفل او المفروض تكون على طوبي او بدوك او في حاجه لا المفروض يكون في فاكس برضه اظن قال لك كده. لا انا بردت الحاجه دي فاكس وبرسلوها بالايميل. بيقول لك يا اخي في فلان وفلان نفس الطلب وهو قاعد تبعكم هتقول انت معاكم ولا لا؟ طبعا لو بالعكس هتقول لي ايوه لو انت عارف هتقول لي لا ما بعرفهم او هديك حاجات كثيره يعني تفهم ناس ما هتعرف. لانه هو لما نعمل الاونلاين ابلكيشن هتشوف من السودان الجهات اللي ممكن يشارك فيها. هشوف الهيئه وهشوف كده. لما اشوف الهيئه هيخاف شويه لان الهيئه كلها فيها كم 70 موظف وفيها اوفرهيد شويه. لكن لما نشوف الجامعه يعني نقول اوكي ما حيعرف اقول لهم انا فارغ وما الموضوع حيمشي.
لا يكون في فيريفيكيشن اكثر شويه. هل في حاجات كثيره ما حد ما حيكون لهم علاقه بجامعتي. المهم الفوكال بوينت هو حيعمل الفيريفيكيشن بعد ذلك المفروض يعني فلاشنج يعني اول ما ارسلته المفروض بعد ذلك هو التايب بتاعك هو اكتيفيتد بيرسيلكت باث وير. الباث وير صالح ل 24 ساعه 72 ساعه ما عارف صالح ل 72 ساعه المفروض تغير الباث وير دي لو ما غيرت بعد ذلك الاكونت سسبندد لحد ما الفوكال بوينت تاعي يعمل ليه اكتيفيشن رقم يعني في 72 ساعه اخش واغير الباث وير ارسله لك دي بعد ذلك انت عندك الصلاحيات اللي تستفيد من البنفيتس اللي بيعملها الاي تي. طيب اول ما يكون عندك يوزر نيم باسورد يكون عندك ايميل كورسبوندنت مع الـ مع السايت اكونت بتاعك وممكن تعمل لوجن عملت ايه؟ ما في مشكله طبعا يعني ما في مشكله انه كم واحد مشترك في المنطقه. نعم. ما في رقم ما في جيب. يعني قدر ما تقدر لكن نص تضمن انه في المنطقه لانه لو جاك واحد بره وعمل حاجه ما ليجل بعد ذلك حيوريك يا اخي السوداء تبعكم ويكون شكلها ما لطيف عشان كده تضمن انه كل الناس اللي انت قلت لهم ياس بعرفهم انت بتعرفهم وتقدر تعمل لهم فورم بعد ذلك. ايوه انت كنت عارفهم فعلا. مسجل تكون عارف المنطقة. طيب بعد ذلك